الفن السابع يتنفس مجددا، وأبو الفنون يعانق الحرية بعد إغلاق دام لأكثر من سنة. الأنشطة الثقافية تستأنف العمل فاتحة أبوابها في وجه مرتديها بعد قرار الحكومة القاضي باتخاذ مجموعة من التدابير تهم افتتاح المسارح وقاعات السينما والمكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية. أولا قبل كل شيء أن هذا الإجراء اللي هو يعني وإن كان جاء متأخرا هو مهم، لأنه أولا كيرجع لحياة المسارح تدريبا وعرضا في حدود الدنيا بطبيعة الحال كتراعي السلامة الصحية والوضعية الوبائية ديال البلاد. هذا الموضوع بطبيعة الحال كيطلب إعداد، وكيطلب أيضا إعداد ديال العروض، ولذلك لابد من إجراءات مصاحبة مرتبطة يعني بالبرامج اللي كتديرها وزارة الثقافة. الفنون الحية كان أثر الجائحة عليها كبيرا. قاعات السينما فتحت أبوابها فعليا ابتداء من فاتح يونيو الجاري، لكن استئناف النشاط يتطلب استعدادا قبليا، الأمر الذي لم تتمكن من القيام به بعض القاعات، في حين أخرى ظلت على أوج الاستعداد لعودة طال انتظارها. احنا مستعدين وفرحانين باش نستقبلوا البوبليك ديالنا بعد عام ونص، وحنا سادين دوبوي لو 16 مارس 2020 دابا، و les équipes خدامين في لا بروغراماسيون ان شاء الله كلشي غيدوز dans les meilleures conditions. الأنشطة الثقافية تشكل محط اهتمام فئة مهمة تواكب وتتابع برنامج العروض المقدمة، وإعادة افتتاح القاعات التي توفر برامج ثقافية هو بمثابة حدث استثنائي لمحبي الثقافة. بمناسبة القرار ديال العودة ولا الاستئناف ديال قاعة السينما وقاعة المسرح، حنا كنا كنتظروا هاد القرار هذا الفريق صابر، واخا كانت المدة طويلة بزاف، يعني واحد سنة وثلاث أشهر، ونتمنى أنا زعما هاد العودة هادي زعما يشتغلوا فيها الفنانة وتعود حتى الحركة ديال قاعة السينما، سواء قاعة السينما ولا قاعة المسرح. حنا فرحانين من بعد واحد المدة اللي كانت طويلة اللي توقفت فيها النشاط ديال السينما، فرحانين بالعودة ديال هاد الأكتيفيتي، بزاف ديال لي كونسير، بزاف ديال المسرحيات، بزاف ديال الأفلام اللي حبسوا ما بقاوش داروا. الإبداع المسرحي والسينمائي يسترجع عافيته ليطل على المشاهد المتعطش الذي حرمته ظروف الجائحة من الاستمتاع بالجلوس في قاعات السينما والمسرح.